على قبر فاطم بالبقيع، قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع، والثم التربة من حواليه وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع، وأبلغها السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مروع، وتذكر أذية القوم فيها وابك حزنا وعج بقبر الشفيع، قف به موقف الحزين ولكن لابسا بردتي تقى وخشوع، واشكو من نال بنته من كروب مفجعات تشيب رأس الرضيع، قل له أيها النبي شكات لك عندي مشفوعة بدموعي، فأعرني منك المسامع فيها فأعرني منك المسامع فيها فصداها يصم أذن السميع، إن تلك التي على بابها الأملاك إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع، قد أحاطوا بالنار منزلها قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيري بشأن رفيع، أسقطوا بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر الضلوع، دخلوا بيتها عليها وقادوا بعلها المرتضى بحال فظيع، عجبا كيف في نجاد له قيد عجبا كيف في نجاد له قيد وقد كان قائدا للجميع، سلام ملؤه الحزن والشجا والألم والأسى، أزفه إليكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج وهذه الشاشة الكريمة التي تجمعنا وإياكم في أيام الحزن، هذه الأيام المليئة بأحزان المحسن، هذه الأيام المليئة بصرخات ونداءات الزهراء بين ذلك الحائط وبين ذلك الباب، في هذه الأيام المليئة باستصراخات الحق التي بدأت تهتك على باب علي، تلك الاستصراخات التي تنادي إيه من الدنيا، قد أقبل القوم ليحرقوا علينا الدار وليحرقوا علينا البيت، من المنادي؟ إنه نفس المصطفى، إنه الإمام المرتضى، إنها نداءات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تتكلم وتطلب من الله أن يغفر لهؤلاء القوم وأن يهدي هؤلاء القوم، لأن الجسارة كانت ستهد الأرض وكانت الأرض لتسيخ بكل تلك الفجائع ولتميد بأهلها في ذلك الحين، ولو أن الزهراء كانت قد كشفت عن رأسها لصار ما صار، لكنهم
رحمة للعالمين، لكنها بنت الرحمة الكبيرة والتجلي الأعظم للرحمة الإلهية، نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدينا الكرام، لا زال الكلام مستمرا حول هذه القضية، لا زال الكلام مستمرا يدور حول فقد سيدتنا الزهراء وهذه الحادثة التي أدت إلى فقد سيدتنا الزهراء، هذه الحادثة التي بها رضت أضالع الحسين وبها سبيت زينب وأسس للظلم كله وبدأت جبهة الباطل تنهش لحم الإسلام في صدر الإسلام، وبعد أن نامت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدينا الكرام، لهذا الكلام الأليم تتمة، ولكن بعد أن نشاهد هذه البرهة معا ونعود، فابقوا معنا وتابعونا. ربيع سنيني شعار ديني حسين كربلاء على التكويني ترى فطيني حسين كربلاء حليب اسم شب دمي رددها حسينة كتبت اسمنا حرف دمي رددها حسينة 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 واستهى عمري مدمع اللي يجري ويا دمعة نحر عبد الله الرضيع هبتوا فخري رايتوا صبري وادري يمك حاش خطوات تضيع سيد وذخري حبك الفطري حولت عمري بمراسيمك ربيع هالعشق يسري دمعتي وفكري وانا عدل خلافك اتلاشى واضيع ملك تنفاسي ورح يطحساسي حسين كربلاء يقين براسي طفل عباسي حسين كربلاء. تحية طيبة لكم من جديد مشاهدينا الكرام، تحية ملؤها الهم والحزن والأسى، ونحن في رحاب هذه المصيبة العظيمة وهذه الفاجعة الكبيرة التي يصعب سماعها على كل شيع وموال ومحب، فكيف بسيدنا ومولانا ولي النعمة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو المعزى بهذه المصيبة. يقول اللعين عندما أراد أن يدخل البيت والدار على فاطمة صلوات الله وسلامه على فاطمة، وعندما خرجت له وعندما عيرها بأن قال لها بأن زوجك وراء الحجاب وأنت خرجت للجواب، أجابته طغيانك يا شقي هو الذي أخرجني وألزمك الحجة وكل ضال غوي، أنت وكل ضال غوي ألزمتكم الحجة بخروجي هذا لإجابتكم ولوقوفي وراء باب بيتي. فقال دعي عنك الأباطيل وأساطير النساء، ولا كأنما هذه هي الزهراء البتول، ولا كأنما هذه المرأة التي لم يكن لها كفء لولا علي، ولا كأنما هذه المرأة التي نزلت فيها آيات الذكر الحكيم، ولا كأنما هذه المرأة التي قال عنها النبي بأنها أم أبيها. وقولي لعلي يخرج، فقالت لا حب ولا كرامة، أبي حزب الشيطان تخوفني؟ وكان حزب الشيطان ضعيفا، فقال إن لم يخرج جئت بالحطب الجزل وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت وأحرق من فيه أو يقاد علي إلى البيعة. لاحظ الجفاء، تكلمه بطريقة ويكلمها بأي طريقة. إنسان جالس في بيته ليس على أحد عليه شيء، جالس كاف مثل ما يقال الآن في المجتمعات والعرف المتداول بأنه قد كف شره وخيره، اتركوه. الرجل لم يبايع لكنه لم ينهض بوجهكم، لم يسل السيف بوجوهكم، فما الذي جرى وما الذي حدث حتى يأتي عمر إلى هذا البيت الطاهر ويقول للسيدة الزهراء
صلوات الله وسلامه عليها بأنه كذا وكذا، ويعيرها ويتكلم معها بذلك الأسلوب ويقول لها فليخرج، وإلا لأحرقت عليه الدار وأحرقت عليه البيت. لماذا؟ ما هو الذنب المقترف الذي يجعلك تحرق عليهم الدار، على أهل هذا البيت وهو أدرى بمن هم أهل البيت؟ من هم أهل هذا البيت؟ أهل البيت هم الذين باهل بهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، هم الذين خرج معهم وجلس تحت الكساء، ذلك الكساء اليماني، وكان سادسهم جبريل. من هم هؤلاء أهل البيت؟ هؤلاء هم أهل البيت الذي كان يقف على بابه النبي كل يوم يفتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. الله يريد ليذهب الرجس، ويأتي الجماعة ويأتون بحطبهم وبنيرانهم ويهددون بها بضعة المصطفى. نعم مشاهدينا، هكذا ينسى كل شيء، وهكذا يتنكر البعض لأصالات الحياة، وهكذا ينكر البعض مبادئ الحياة التي لا يمكن أن تنكر. فهؤلاء كلهم كانوا حاضرين عندما كانت يد علي مرفوعة بالولاية والخلافة، لكنهم الآن اجتمعوا على باب داره ليحرقوها، ليتجاوزوا حرمات الله وحرمات رسوله، ليتجاوزوا على ابنة الرسول صلى الله عليه وآله، ليجرحوها، ليضربوها، ليقرعوها، ليجروا ما يجروا عليها ويكسروا قلبها. لماذا؟ لأن عليا لم يبايع. انظروا مشاهدينا الكرام إلى هذا الأسلوب من التعامل، انظروا إلى الترهيب الذي نعيشه الآن في كثير من بلداننا. هذه سياسة فاشلة لا تزيد القوية إلا قوة. ففي بداية الدعوة اعترف أسياد قريش آنذاك، ومنهم أبو سفيان، بأن قالوا إنهم ضعفاء، لكنهم يزدادون قوة كلما زدناهم عذابا، وكلما زدناهم أذى، وكلما زدناهم تزجيرا وزجرا وإبعادا عن الراحة وإدخالا في لجج العذاب ولجج النيران. قال لها وكان حزبه، عندما قالت له وكان حزب الشيطان ضعيفا، قال لها إن لم يخرج جئت بالحطب الجزل وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت، وأحرق من فيه أو يقاد علي إلى البيعة. فقال أفتحرق علي ولدي؟ فقال إي والله، أو ليخرجن ويبايعن. قالت ويحك، ما هذه الجرأة على الله ورسوله؟ تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتطفئ نور الله، والله متم نوره. فقال كفي يا فاطمة، فليس محمد حاضرا. هذا ما يسمى بالاستضعاف، هذا ما يسمى بضعف شخصية المستضعف، لأنه لم يستطع أن يصنع شيئا بوجود القوي، لكنه مجرد أن غاب القوي عن الساحة وإذا به يخرج كأنه هو بطل الساحة وبطل ذلك الميدان وبطل تلك المنازلة، وكأنه يقاتل في الحرب. فلنسأل سؤالا، أين كنت أنت إذن عندما نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحدهم ليقاتل عمرو بن ود؟ أين كنت عندما برز صاحب ذلك الدار، صاحب تلك الدار الذي تعيره بوجوده بالدار، عندما خرج منها وبارز وقاتل قتال الأبطال وضرب ضربة تعدل عبادة الثقلين؟ أين كنت؟ وأين كنت في أحد عندما فر الجميع ولم يثبت إلا أولئك؟ وأين كنت وأين كنت وأين كنت؟ وأين كنت ليلة المبيت؟ وأين كنت وأين كنت وأين كنت؟ أسئلة واستفهامات مستمرة متواصلة متواترة متسقة عن هذه القضية بالذات، لكنه بغيابهم في تلك الأماكن يأتون وينعتون أمير المؤمنين بأنه جبان، ينعتون أمير المؤمنين بأنه خائف، ذلك الذي شتت
شتت الأبطال، وذلك الذي شتت الشرك ومحى الشرك من أصله، رافعا سيفه سيف ذي الفقار، غارسا ذلك السيف في أحشاء كل من خالف الله، كل من وقف صريحا أمام الله سبحانه وتعالى. إنه هد موازين الشرك ورفع دعائم الإسلام، إنه علي بن أبي طالب. يا للحزن ويا للهول ويا للأسف. تقول له: أو تحرقها على ولدي؟ فيقول: نعم، أو لا يخرجن أو يبايعن. عمن تتكلمون؟ من تريدون أن تحرقوا؟ من تريدون أن تطفئوا؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا النور الذي سطع وتلألأ جليا من الحسن والحسين والزهراء البتول وأمير المؤمنين تحت ذلك الكساء، ذلك النور الذي منحهم الله إياه وأعطاهم إياه الله. لنسمع ماذا جرى بعد ذلك، وإنه أمر يشيب منه الصغير ويخجل منه الكبير إن كان كبيرا. بعد كل ذلك، وبعد كل ذلك الكلام، وبعد كل ما جرى، وبعد ذلك الحوار والاحتجاجات، وبعد أن ذكر ذلك بأن الذي وراء الباب هو الزهراء وأن الذي في البيت هو أمير المؤمنين وأن الذين في البيت هم أولاد النبوة، لكنهم مع كل ذلك قالوا بأنه: سوف نجعل ذلك عهدا علينا أن نحرق تلك الدار. أحرقهم، أشعل النار، فقالت سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي باكية: اللهم إليك نشكو، اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد أمتك علينا ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا تحشرنا مع أعداء محمد وآل محمد، واحشرنا مع الزهراء البتولي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى لقاء آخر، أستودعكم الله وأترككم في رعايته.